عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة رجاء كيتشن. كنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بصحة وعافية وفي أحسن الأحوال. بغيت نشارك معكم هاد لي كاب كيك بتوت الأزرق، كيجيو غزالين. نخليكم على بركة الله المقادير والطريقة التحضير. نحتاجو 3 البيضات بحرارة المطبخ، كاس ديال سكر حبيبات، كاس ديال عصير المانغ، يمكن لكم تعوضوا بالحليب او الليمون، نص كاس ديال الزيت. هنايا عندي بيكنج باودر، غنحتاج 2 المعالق ما يعادل 2 الخمارات. عندي هنا ياغورت ديال الفاني، وعندي هنا عصير الليمون مع قشوره، عصير نصف حامضه مع قشور ديالها، وهنا عندي التوت الازرق، والدقيق يبقى على حسب الخليط. تقريبا خدا ليا 2 الكيسان. يمكن لكم تستغناو على التوت الازرق، انا كان عندي موجود. ندوز على بركه الله طريقه التحضير. هنايا خديت البيض ديالي، ضروري يكون البيض بحراره المطبخ باش ينجح معكم الكيك، كب كيك، اي حاجه خاص يكون البيض بحراره المطبخ. هنايا غادي نضيف واحد قبصه الملح، غادي نضيف السكر، سكر الخشن. هنا عندي كيسان كبار فانا ما عمرتهمش، ما قلت لكم استعملوا نفس الكاس، كاس سكر، كاس كاس عصير. انا هنا عندي عصير المانغ، يمكن لكم تعوضوه بعصير الليمون او بكاس الحليب. هنا هنايا ضربت البيض، ضربته حتى ولا ابيض. هنا غادي نضيف عليه الزيت، كيف ما يمكن لكم تستعملوا حتى الطراب اليدوي. هنا باش نسرع العمليه استعملت الطراب الكهربائي. هنايا غنضيف العصير، فعطاهم واحد المذاق رائع. غندير عصير الحامض وقشور ديالو كذلك باش يحيد لينا الريحه ديال البيض. هنايا غادي نضيف الياغورت فاني، صافي. هنايا بعد ما خلط جميع المكونات بقى ليا البيكنج باودر. هنا غادي نضيف 2 الملاعق صغار، اي ما يعادل 2 الخمارات. هنا غادي نبدا نضيف الدقيق، هنا انا كندير عيني ميزاني كما كيقولوا، ولكن العبار يمكن لكم تقريبا غياخذ لكم 2 الكيسان، نفس العبار اللي عبرتو به جميع المكونات. انا هنا كنبقى نخلط حتى كنحصل على الخليط اللي باغا نوصل ليه، كيكون هذا كيكون رطب. خليط ديال الكيك عادي كيف ما غتشوفوا معايا في المراحل. هاد الكاب كيك جاو رطبين غزالين، يمكن لكم ديرهم حتى الوليدات صغار يديهم معاهم المدرسه، احسن من اللي كيتباع على برا. او بالنسبه للناس اللي خدامين يديهم معاهم هكا الفطور الجود داي، تيجيو غزالين صراحه. هنا كيف ما كتشوفوا القوام اللي حصلت عليه، هذا هو القوام اللي ديال لي كاب كيك.
صافي. هنا غادي ناخد توت الازرق، ناخد شويه الدقيق او يمكن لكم تستعملوا النشا، غادي ندوزهم فيه باش هذاك التوت ما يهبطش لينا لتحت. صافي غادي نضيف الخليط ديالي. صافي غادي نميلونجي كلشي حتى يتجانس ليا. كيف ما كتشوفوا كنبقى نخلط من التحت حتى الفوق. صافي غناخد كويرطه ديال لي كاب كيك، نحاول ندير فيهم الخليط ما نعمرهمش بزاف باش ما يفيضوش. هنا تقريبا هذا الخليط خرج ليا تقريبا 17 وحده، 17 كاب كيك كتخرج كمية كثيرة. كنتمنى انكم تجربوهم، ولا كنتو اول مرة كتزوروا القناة ديالي ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ولي لايك ما تنساوش حبيباتي التعاليق ديالكم لانكم كتزيدوا تحفزوني باش نزيد نعطي مازال الكثير وكتشجعوني بزاف. شكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم القيمة. هنا غادي ندخلهم الفران كما كتشوفوا. انا الفران كندخل فيه لي كيك او اي حاجة هو بارد، وكندير درجة حرارة 300 فرنهايت، كنديرهم الفوق حتى كيطيبوا على خاطرهم. صافي وكنخرجهم كيطيبوا من التحت ومن الفوق، وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى حبيباتي يعجبكم، فرجاو خفاف بزاف. وشكرا لكم بزاف على المتابعة. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.